الزراعية مباشر. أنا عندي مشكلة مش لاقيين تعامل يا بيس، وعايز محدش يعرفني. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة القطاع الزراعي هو قطاع البهجة، لأن أنت بتتكلم على نعمة ربنا سبحانه وتعالى وهي بتتجلى في أبهى صورها، محاصيل الزراعية المختلفة، نعمة ربنا. والجميل إن اللي بيشتغل في هذا القطاع بيبقى عارف ومدرك جيدا، لأن هو بيشوف يوم بعد يوم التطور اللي بيحصل في أرضه، اللي بيحصل للمحصول، من يوم ما بيجهز الأرض، من يوم ما بيبتدي يضع البذور أو التقاوي ويتابعها بالري، هو شايف اللي بيحصل وشايف خطوة بخطوة يوم بعد يوم. الفلاح حصل ما بينه وما بين الأرض الزراعية حالة عشق، لأن هو بيحب الإنتاج، بيحب العمل، الوطنية اتولد بيها. فالفلاح قدر الزراعة وعرف أهميتها على مدار السنين، علشان كده نجح، علشان كده استحمل. محدش كان هيقدر يستحمل اللي استحمله الفلاح على مدار السنوات الماضية. محدش كان هيقدر يقف أمام تغيرات كثيرة سياسية واقتصادية ومناخية، وأيضا ممارسة ضغوط وجشع من التجار، محاصيل كتير جدا دخلت فيها مافيا للسيطرة على السوق المصري، وكل ده كان ضد الفلاح. كل ده كان واقف بيستفيد وبيستغل القطاع الزراعي والفلاح. بالرغم من كده هو قدر ان هو يصمد داخل ارضه الزراعية. وانا بحيي كل فلاح مصري. احنا واحنا بنشتغل في قناة مصر الزراعية وفي برنامج الزراعية مباشر، انا في رسالة مهمة جدا هي موجودة لدى فريق العمل كامل، كل اللي بيشتغل في قناة مصر الزراعية. ازاي تسند الراجل اللي اشتغل سنين طويلة وتقف جنبه، وازاي توصل له معلومة ارشادية تخليه ينجح ويحقق اعلى انتاجية. لو عنده مشكلة مرتبطة بزرعه، بريه، بحياته، تقدر تقف جنبه وتسنده. لو عنده رسالة عاوز يوصلها او ان هو يتكلم ويفضفض لانه بقاله سنين ما حد سمعه، ان انت تكون واقف جنبه وتكون عون ليه فعلا. انا مش بتكلم مجرد شو اعلامي، لان اللي يتابع ويراجع احنا عملنا ايه في السنوات الماضية وعلى مدار حلقة تلو الاخرى، عمرنا ما تجرنا بمشكلة فلاح. عمري ما حاولت ان انا بين الفلاح في صورة سيئة، مش بخفي الحقيقة، لكن بحافظ على مكانة الراجل ده. مش بداري على مسؤول، لكن انا شايف ان الراجل ده مكانته كبيرة في المجتمع ويستحق ان انا اقدره وان انا اساعده من غير ما تجري بيه. سهل جدا ان انت تصور مشهد سيء وتبتدي تهاجم في المسؤول وتبتدي تنادي وتقول حقوق الراجل ده فين، والناس اللي شقت والناس اللي تعبت تعالوا سندوها، تعالوا اقفوا معاها، ويتغير مسؤول من مسؤول وتبقى دايره وما فيش حاجه بتتحقق. لا الراجل ده مشكلته اتحلت ولا انت تقدمت بالقطاع الزراعي للامام. لكن لما تبتدي تناقش المشكله مع صاحب المشكله في الاول اللي هو الفلاح، لان في بعض النقاط بتبقى محتاجة إلقاء الضوء عليها، وانت بتكلمه عايز تعرف ايه طبيعة المشكلة دي، علشان انت هتبقى لسانه أمام المسؤول، وتتوجه للمسؤول بالمشكلة وتطلب منه ان هو يحل في مشكلة، وانا عايز منك حل، عايز منك قرار، هتقدر تساعد الراجل ده ولا لا. يبقى انت قدمت له الخير والمنفعة. من الملفات اللي لازم نبقى عندنا درجة كبيرة من الوعي واحنا بنتعامل معاها تسويق المحاصيل الزراعية. تسويق المحاصيل الزراعية ده بيكفله الدستور، وأيضا وزارة الزراعة بتتابعه خطوة بخطوة، لكن هو محتاج مجهود كبير. هو ما هواش مجرد قرار أو ورقة هتتمضي إن أنا أسوق محصول الفلاح. يعني إيه وليه؟ أهم نقطة ليه أسوق محصول الفلاح؟ هو علشان يحقق هامش ربح ومنفعة؟ ما ده المفروض إن هو شيء طبيعي. لكن المهم
ليه انا بسوق المحصول؟ اذا كان الراجل ده بينتج خير معروف على مستوى العالم، انت منتج وبتنتج خير ومحاصيل ليها قيمة استراتيجية مهمة جدا، فانت المفروض ما يبقاش عندك مشكلة في تسويقها. لكن لما يكون في ضغوط وفي اهداف ان يبقى في ممارسات عام تلو الاخر او موسم تلو الاخر، ان انا ابعد الفلاح عن الزراعة زي ما كان بيحصل في السنين الماضية. محصول الذرة على سبيل المثال وهو من اهم المحاصيل اللي الفلاح المصري بيجيد زراعتها، وفي نفس الوقت اكتر محصول الفلاح اتعرض فيه لمشاكل او للاضطهاد، لان في السنوات الماضية قبل الاجراءات الاقتصادية الاخيرة وتحرير سعر صرف الجنيه كان بيتم استيراد الذرة في وقت الحصاد باسعار اقل بكثير من المنتج المحلي وايضا اقل في الجودة، وبالتالي ما كانش الفلاح بيقدر يسوق الذرة، وبالتالي موسم بعد الاخر يقول لك انا اشوف حاجة تانية استفيد منها، انا هزرع رز. وهو ده اللي كان بيحصل، هو ده اللي كان بيحصل. بنتابع جهود بقالها اكتر من 3 سنين ازاي نرجع مساحات الذرة دي مرة تانية، وازاي نزود الانتاجية، وازاي نشجع الفلاح. طب احنا محتاجين ايه؟ فراطات، محتاجين مجففات، محتاجين مين يسوق. والجميل في الموضوع ان احنا كان بقالنا سنين، يعني انا حضرت حوالي 10 سنين اجتماعات من موسم للتاني بين التعاونيين وبين اتحاد منتجي الدواجن، مين اللي هيتسوق الذرة، مين اللي هيستلم. ما كانش في حد بياخد قرار. الحمد لله في هذا الموسم اتمضى القرار، اتمضى بقى في قرار ملزم، اتحاد منتج الدواجن هيستلم من التعاونيات، التعاونيين هياخدوه ب 3500 جنيه، هيتم صرف فراطات ونقل وتعبئه، وهيستلموا اتحاد منتج الدواجن ب 3800 بعد ما عينوه وشافوا ان ده مناسب وما فيهوش مشاكل. انا بقول ليه الكلام ده؟ بقول عشان الفلاح اللي لسه عايش في الايام اللي تعرض فيها الظلم، انا اقول له لا، في تحركات النهارده انت تكسب اكتر. تعال نغير من نمط، تعال نشوف الاصناف الجديده اللي تزود لي الانتاجيه، تعال نشوف الناس عملت ايه السنه دي علشان ناخده ده نموذج نبتدي بيه الموسم القادم ان شاء الله. يعني النهارده انا هحاول في بدايه الحلقه القي الضوء على جزئيتين مهمين جدا، الذره والانتاجيه وصلت قد ايه هذا الموسم، وفي نفس الوقت التسويق ودور وزاره الزراعه. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعة المباشرة.